مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم ما تداولته الصحف العربية والمواقع الإخبارية المحلية من أنباء وتحليلات. والبداية من السؤال الذي ينتظر كثيرون إجابته، حيث علق موقع الموقع بوست: إلى أين تتجه الأزمة اليمنية بعد تصريحات كيري؟ ووفقا للموقع، فإن الانقلابيين يحاولون استغلال الفترة المتبقية لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في منصبه والاستفادة من مبادرته التي ارتكزت عليها خارطة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قبل أن يتغير فريق الرئيس أوباما، ما يؤكد صحة تلك التوقعات هي تصريحات كيري، والذي قال إن جماعة الحوثي والتحالف العربي اتفقا على وقف الأعمال القتالية باليمن ابتداء من 17 من الشهر الجاري. وينقل الموقع عن محلل عسكري قوله: ما يجري على الأرض يخالف ما يقال عن السلام، والمسألة لا تنحصر في تشكيل حكومة، فهناك قضايا أولى تتطلب البدء بها كتسليم السلاح وانسحاب الانقلابيين من المدن وخروج المشرفين الحوثيين من مؤسسات الدولة. ويؤكد المحلل العسكري علي الذهب أنه لا يمكن الوثوق بالحوثيين في حال بقي السلاح معهم، وسيشكلون تهديدا على اليمني وأعضاء الحكومة الذين لن يتواني الانقلابيون في الزج بهم في المعتقلات مثلما فعلوا برجال الدولة المغيبين في السجون. وفي ذات الشأن عنون موقع المصدر أونلاين مؤكدا أن الحكومة اليمنية تقول بأن كيري لم يتواصل معها بشأن لقاء مسقط وتصريحاته زوبعة إعلامية. وذكر رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام عبد الملك المخلافي إن الحكومة لم تعلم شيئا مما صرح به كيري حول اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية. واستغرب المخلافي على تلك التصريحات وقال: لا تعنينا أي عملية لا تتم بمشاركة الأمم المتحدة وبعيدا عن المرجعيات المتفق عليها، والحكومة اليمنية لم تدعى لنقاش أي من هذه المواضيع ولم تتلقى بأي طرف أو لم تلتقي بأي طرف محلي أو دولي. وأضاف وزير الخارجية: لم نبلغ بشأن لقاءات مسقط، وأي محاولات للاتفاق مع طرف واحد محكوم عليها بالفشل. عن خريطة حروب المستقبل اليمني، تحت هذا العنوان كتب عارف أبو حاتم مقاله المنشور في صحيفة الوطن القطرية، وقال في أجزاء من مقاله: تقول خريطة ولد الشيخ إنها متسقة مع المبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216 ومخرجات الحوار الوطني، ثم تتحدث عن ضرورة خروج رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس حكومته من السلطة مقابل دخول الميليشيات للحكم، وفي ذلك مخالفة واضحة للمرجعيات الثلاث الداعمة لشرعية الرئيس هادي وحكومته. وإذا كانت الخريطة قد حددت مصير الرئيس ونائبه ورئيس وزرائه بالخروج من الحكم، فإنها غضت الطرف تماماً عن الخمسة المطلوبين دولياً في القرار 2140-2014، وهم علي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الخالق وعبد الملك الحوثي وأبو علي الحاكم باعتبارهم مهددين فعليين للأمن والسلم الدولي. والأخطر من ذلك أنها تشجع العصابات والميليشيات للانقلاب على دولها، وستكون الأمم المتحدة جاهزة لمنح صكوك الاعتراف بسلطة الأمر الواقع، وفي أفضل حالاتها تتحدث عن أطراف متصارعة وليس عن حكومة شرعية معترف بها وجماعة انقلابية. وهذا يعني أن الأمم المتحدة انحرفت بوظيفتها وتحولت من جهة تحفظ سيادة الدول وتراعي مصالح الشعوب إلى جهة تشجع الانقلابات وتتبنى مشاريع العصابات المتمردة. الخريطة التي تجاوزت الإرادة الشعبية في التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وأرادت تسليم السلطة قسرياً للحوثيين هي ذاتها الخريطة التي تتحدث عن انتخابات فيما بعد. بمعنى أدق، تريد الخريطة تسليم أمر السلطة للحوثيين وبسيطرتهم على مقدرات ومؤسسات الدولة والجيش والمال والإعلام، ولجنة الانتخابات سيتمكنون من طبخ عملية انتخابية بالكيفية التي يشتهون، وبالتالي يتحولون إلى رجال دولة شرعيين. امتدت احتجاجات أساتذة الجامعات إلى صروح علمية جديدة، فبعد جامعة صنعاء وإب وذمار دخلت جامعة عمران
حركة الاحتجاج وعنون موقع الاشتراكي نت. نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمران تواصل تعليق الشارات الحمراء المطالبة بصرف الرواتب، وبحسب مصدر نقابي للاشتراكي نت فإن النقابة عقدت لقاء تشاوريا موسعا مع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في كليات التربية والألسن. وخلال اللقاء قال منصور القاضي رئيس النقابة موضحا أن الفعاليات الاحتجاجية والمطلبية ليست أفعالا شيطانية كما يصورها البعض، ولكنها إجراءات دستورية وقانونية مكفولة ومشروعة. وطالب القاضي قيادة السلطة بتفهم ذلك وأنه ليس هناك أي تسييس لهذه الفعاليات، مضيفا حياة الناس بشكل عام ومنهم الأكاديميون تضررت بسبب إيقاف الرواتب، مطالبا بصرف رواتب أعضاء هيئة التدريس كاملة غير منقوصة وبصورة متواصلة كما ينص القانون كونها حقوقا مكتسبة. وإلى موقع عدن تايم والذي عنون في صفحته الرئيسية: حضرموت شراء محطة كهرباء بقدرة 20 ميجا. وقع محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك في مدينة المكلا مع شركة سابسون اتفاقية شراء محطة طاقة كهربائية بقدرة 20 ميجا لمديرية الشحر تعمل بوقود المازوت. الاتفاقية تشمل أن تزود الشركة كافة الملحقات الكهربائية والميكانيكية والأعمال المدنية، بالإضافة لتوفير قطع الغيار للمحطة لمدة عامين مع الضمان الفني لمدة عام. وفي مراسيم التوقيع قال المحافظ بن بريك إن التوقيع على اتفاقية شراء المحطة الكهربائية يأتي من حرص واهتمام السلطة المحلية بملف الخدمات العامة، واستشعارا لحجم المعاناة التي تؤرق المواطنين في جانب الكهرباء. يوم قال الحوثيون لليمن إلى الخلف دور، تحت هذا العنوان كتب علي العقبي مقاله المنشور في موقع تهامنت. وقال الكاتب في جزء من مقاله: مع صبيحة 21 من سبتمبر 2014 كانت آخر مظاهر الدولة قد توارت عن وجه العاصمة. منذ ذلك التاريخ تفاجئ هذه الجماعة اليمنيين بالنكوص والعودة إلى الوراء، كل يوم تكشف عن أنها لم تغادر بعد العصور الغابرة. بعد عامين إلا قليلة أثبتت أنها الإمامة وقد عادت من إرشيف التاريخ، حتى أنها لم تنفض عن كاهلها غبار الأزمنة السابقة، وأعادت بمقدمها ذلك الثالوث المرعب الذي ساد في حياة اليمنيين قبل أزيد من نصف قرن. يقترب اليمن حثيثاً من مجاعة كبرى تهدد حياة اليمنيين. كل يوم تغرقنا مواقع التواصل الاجتماعي بصور لمواطنين من تهامة وقد غدوا هياكل عظمية. بعد أقل من عامين اقتربت الجماعة الحوثية الكهنوتية باليمن من الإفلاس ومن قعر التخلف. ذات يوم كان الحوثيون القدامى يفرضون على اليمن عزلة، يستأثرون بمقدرات البلد، ينعتون الأحرار بالعمالة والارتزاق، وكانوا يصمون كل من أوتي حظاً من العلم بالزنادقة. ويومها كان كتاب كطبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد للكواكب كفيل بالذهاب برأس حامله إلى المشنقة. واليوم يخطو الإماميون الجدد على خطى أسلافهم في التجهيل والإفقار الشامل وتبديد الثروة في وقت يساقط فيه غالبية اليمنيين ما دون خط الفقر. موقع يمن مونيتور تابع تطورات الميدان وقال: الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في ميدي شمال غربي البلاد، حيث أعلنت قوات الجيش اليمني سيطرتها على مواقع جديدة في بلدة ميدي التابعة لمحافظة حجة شمال غربي البلاد. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان صحفي قوله: إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وبغطاء جوي من التحالف العربي تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة في جبهة ميدي على ساحل اليمن الغربي وتحريرها من قبضة ميليشيا الحوثي وصالح. يتابع الموقع: منذ أكثر من عام تدور مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة ثانية، خلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في بلدة ميدي الساحلية. الوحدوي نت طالع العديد من المواضيع، ومن بينها: إدارة المفوضية الأوروبية تتبرع بأكثر من 2 مليون يورو لدعم خدمات النقل الجوي والبحري في اليمن. وقال الموقع:
تبرعت إدارة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية إيكو بمبلغ أو بأكثر من 2 مليون يورو، وقال توربين ديو المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن إن مساهمة الاتحاد الأوروبي سوف تمكن برنامج الأغذية العالمي من مواجهة واحدة من أهم التحديات التي تعيق عملية الاستجابة المناسبة لتلبية احتياجات الملايين من اليمنيين. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من السكان في اليمن بحاجة إلى الإغاثة الإنسانية. وقام برنامج الأغذية العالمي بتفعيل الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة في مايو 2015 لتقديم خدمات نقل جوي آمنة وفعالة لكل من العاملين بالإغاثة الإنسانية وشحن المساعدات الإنسانية لتسهيل الاستجابة اللازمة في اليمن. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي لصحيفة الحياة حول تصريحات الخارجية الأمريكية إن بعض التصريحات تعد مثار شك، كما قد تضع عقبات أمام السلام، إذ أنها تعطي اعتقادات خاطئة بأن هناك اتفاقات ليس لها على أرض الواقع أي وجود. وشدد على أن أي اتفاق لوقف النار يجب أن يكون مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ووفق القرارات الأممية، مبينا أن الحكومة طرف أساسي فيما يحدث باليمن، وأي حديث عن اتفاق بعيدا عنها يعد أمرا مستغربا. ولفت إلى أن الحكومة الشرعية لديها مواجهات واسعة مع الانقلابيين على الأرض، وتساءل كيف يجري الحديث عن وقف لإطلاق النار ليست الحكومة طرفا فيه، مبينا أن التحالف العربي ليس طرفا في المشكلة اليمنية بل جاء إسنادا للحكومة الشرعية، وبالتالي فإن مشاركته في القتال تأتي دعما للحكومة الشرعية، وتوقفه عن القتال يكون بناء على طلبها. عنونت صحيفة العرب الجديد في إحدى صفحاتها مباحثات يمنية مع بنك دولي لافتتاح فرع في عدن. ووفقا للصحيفة فقد كشف مسؤول في البنك المركزي اليمني عن مباحثات مع بنك عودة لافتتاح فرع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حيث المقر الرئيس للمصرف المركزي. وأكد وكيل العمليات المصرفية الخارجية بالبنك خالد العبادي أنه التقى رئيس بنك عودة لبحث افتتاح فرع للبنك في مدينة عدن، وأن اللقاء كان إيجابيا. وقال العبادي إن وجود فروع للبنوك الإقليمية والدولية في غاية الأهمية لتسهيل الأعمال وتنمية التجارة. ووفقا للعرب الجديد فإن البنك يعمل في تقديم الخدمات المصرفية بأكثر من 8 دول وفي مقدمتها سويسرا وفرنسا. صحيفة الخليج الإماراتية أيضا عنونت في صفحاتها مؤسسة حقوقية 1300 انتهاك خلال الحرب في عدن. وقالت الصحيفة كشفت مؤسسة وجود للأمن الإنساني بمحافظة عدن أمس الثلاثاء عن 1300 حالة انتهاك تمت خلال الحرب التي شهدتها المدينة في الفترة من 26 مارس إلى 17 يوليو 2015. وقالت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض في تصريح خاص للخليج إن 1300 حالة انتهاك تم رصدها في عدن خلال حرب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وجماعة الحوثيين وقوات الرئيس علي عبد الله صالح الموالية لها، وقام بتنفيذها 18 شابا وشابة خضعوا لعمليات تدريب مكثفة في مجال الرصد والتوثيق وكيفية التعامل مع الذين تعرضوا للانتهاك. وأضافت هدفت المؤسسة من عملية الرصد هذه إلى تجهيز سجل متكامل لحالات الانتهاك وتقديمها للجهات المختصة فضلا عن الجانب الإنساني فيها والمتمثل في تقديم الدعم النفسي للمنتهكين. هذه رسالة مهمة لمن يشغلون أنفسهم بانتقاد المبعوث الدولي إلى سوريا ديم ستورا أو زميله الآخر ولد الشيخ المبعوث إلى اليمن. هذا ما يقوله الكاتب السوداني مدى الفاتح والذي تتبع آليات وطرق عمل المنظمة الأممية بكياناتها المختلفة. وفي حديثه عن المبعوث الأممي إلى اليمن قال الفاتح في جزء من مقاله:
الوضع الأممي الرمادي وعلاقة المنظمة بدول الفيتو وبمصالح الدول الممولة، كل ذلك بإمكانه أن يمنحنا بعض التفاسير لحالة التخبط الذي تعيش فيه الوساطة الأممية التي يمثلها ولد الشيخ أحمد في اليمن. الوساطة التي أفضت إلى مبادرة بائسة تتلخص في تغيير معادلات الوضع وسحب الشرعية التدريجي عن الرئيس هادي ومعسكره مقابل انسحاب المسلحين الحوثيين من صنعاء. المبادرة التي رفضها الجانبان رحب بها للمفارقة طرف ثالث وهو الولايات المتحدة التي أعلنت دعمها لها وضرورة إلزام الطرفين بها. هذا يوضح لماذا بدت تصريحات ولد الشيخ حازمة بهذا الاتجاه حينما قال إنه يجب القبول بالخطة كما هي وإنها غير قابلة للتعديل أو النسخ. لا شك أن الذين استبشروا بوجود مبعوث دولي عربي لليمن أصابهم الإحباط، لكنني أقول مرة أخرى إن شخص الموظف وخلفيته ليست الشيء الأهم وليست العامل الذي يحدث فرقا أكبر. النظام الأممي معد بحيث يترك لموظفيه مساحات صغيرة جدا للمحاورة والمناورة ووضع لمساتهم الشخصية على خرائط طريق مرسومة سلفا. أكبر الأدلة على هذا هو أننا جربنا عدة مبعوثين دوليين من المنطقة العربية والإسلامية، بل سبق وجربنا أن يكون عربي عروبي على رأس المنظمة الدولية، فماذا كانت النتيجة؟ ونقرأ من صحيفة الاتحاد الإماراتية واحدا من أكثر الأخبار تداولا: لايك يؤدي إلى الإطاحة برئيسة بلدية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الاتحاد إن رئيسة بلدية كلاي في ولاية فيرجينيا الغربية بشرق الولايات المتحدة قدمت استقالتها بعدما أبدت إعجابها بتعليق عنصري على فيسبوك يصف السيدة الأولى ميشيل أوباما بأنها مثل قرد أو قردة بكعب عال، كما أفادت وسائل إعلام. وبحسب وسائل الإعلام فإن امرأة اسمها باميلا تايلور كتبت على صفحتها في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي في معرض تعليقها على فوز دونالد ترامب بالرئاسة أنه سيكون أمرا منعشا أن نرى في البيت الأبيض سيدة أولى أنيقة وجميلة ومفعمة بالكرامة، لقد سئمت. وهذا التعليق لقي على ما يبدو استحسان رئيسة البلدية التي ردت على تايلور بالقول لقد أسعدت يومي باميلا. تعلق الصحيفة سرعان ما عمدت السيدتان إلى إزالة تعليقيهما ولم تعودا متصلتين بالإنترنت بحسب ما نقلت واشنطن بوست عن وسائل إعلام محلية. وإلى موقع 24 الإلكتروني والذي تابع أحد الموضوعات التي طمأن فيها المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية حيث عنوان: رئيس بلدية شيكاغو يتحدى ترامب، مدينتنا ستظل ملاذا للمهاجرين. قال رئيس بلدية مدينة شيكاغو الأمريكية راهم إيمانول إن المدينة ستظل ملاذا للمهاجرين الذين يخشون الترحيل بسبب دخولهم الولايات المتحدة بصورة غير قانونية. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بطرد ما يصل إلى 3 ملايين مهاجر قال إن لهم سجلات إجرامية. كما تأتي كلمات إيمانويل المطمئنة للمهاجرين من غير حملة الوثائق في 3 أكبر بلدية في الولايات المتحدة في أعقاب تعهدات مماثلة من رئيسي بلديتي نيويورك ولوس أنجلوس اللذين أكدا قبل أيام أن المدينتين ستظلان ملاذين لهؤلاء المهاجرين. وقال إيمانويل في مؤتمر صحفي: أنتم آمنون في شيكاغو وتحظون بالدعم، مضيفا أن هذه مدينة تشمل الجميع. في يوم التسامح تحت هذا العنوان كتب يوسف الحسن مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال في أجزاء من مقاله: يحتفل العالم في مثل هذا اليوم بيوم التسامح، حيث تنظم فيه أنشطة وبرامج خاصة لنشر وتعزيز رسالة التسامح في المجتمعات الإنسانية، وباعتبار أن السلام في العالم لا يقوم من دون التسامح، ومن دون السلام لا تقوم تنمية ولا ديمقراطية، فقد قدم علماء مسلمون كبار السلم على العدل. وتزداد الحاجة في الوقت الراهن إلى تعزيز فكرة التسامح في وطننا العربي في ظل تفاقم ظواهر الكراهية والتطرف والعنف وويلات حروب عبثية ما زالت مستعدة في أكثر من مكان، وراح ضحيتها مئات الآلاف من البشر وجلبت أحزانا وشقاء ودمارا يعجز عنها الوصف.
فضلا عن صعود اليمين المتطرف إلى منصات الحكم والتشريع في عدد من العواصم العالمية، ولعل واشنطن ليست آخر هذه العواصم. التسامح يعني أيضا الإقرار بأن البشر مختلفون في ثقافاتهم وعقائدهم وأعراقهم وألسنتهم وسلوكهم، فإذا غاب التسامح في مجتمع ما حضر التعصب والعنف والجمود والانغلاق، ومنع حق التفكير والتعبير والاجتهاد. وفي حضرة التسامح يتعزز التعايش بين الناس والقدرة على تحمل الرأي الآخر وتقبل احتمال وقوع الخطأ، وتشاع قيم التشاور والتعارف والسلم. أعلنت الحكومة الهندية حالة الطوارئ الوطنية بسبب تلوث الهواء في العاصمة نيودلهي، الذي وصل إلى مستويات تخطت مستويات الأمان ب16 ضعف حتى الآن، وفيما لاذ المقتدرين بالفرار من المدينة إلى مدن أخرى أفضل، ظل الفقراء يصارعون الغبار وتلوث الجو وحيدين كما علقت الصحف الهندية. جولتنا المصورة تظهر حالة المدينة وسكانها اليوم، وقد نقلناها من صحيفة العربي الجديد، نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصحف العربية والصور نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نترككم في أمان الله ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.